طب دلوقتي احنا كنا في الاوتوكاد، كنا بنشتغل على ال او دي ليفل اوف ديتيلز. طيب في البيم بقى، هل نفس الخط ال او دي ديت هي نمشي عليها في البيم؟ يعني فكرة الربط بين ال اه ايوه دكتور مع حضرتك. في نوعين ال او دي هلا للاسف. في عندك الليفل اوف ديفلوبمنت اللي هو الموجود بامريكا وموجود باستراليا، وعندك الانجليش سيستم اللي هو اللي بسموه ال او دي، بس هو معناته ليفل اوف ديفينيشن، اللي هو مقسوم لجزئين، موديل ريتشنس او ديتيل، سوري موديل ديفلوبمنت وانفورميشن، ليفل اوف انفورميشن. موضوع معقد، بس خلينا نقول انه موضوع ال او دي هو كمية، هو مقسوم لنوعين، قديش الجيومتري ديتيلد، يعني مثلا عندك يعني قديش في تفاصيل، خلينا نقول بباب او بحيط، يعني شو معمول، وليفل اوف انفورميشن within the same object. يعني مثلا هل يا ترى هيدا الحيط حيقول قديش في فاير ريتنج، ساوند ريتنج، يعني قديش في كمية كونكريت، وات ايفر. ففي شيء جيومتري وفي شيء انفورميشن. فال او دي بموضوع البيم هو اكشولي الاسنس تبع البيم. يعني ما ممكن نقدر نحكي بالبيم بدون ما نحكي شو في ضمن كل كومبوننت ضمن الموديل.